ال arrow function ممكن انها تقدم بال ES6، يعني نسخة الجافا سكريبت 6. الرو فانكشنز بتسمح لنا انه نكتب تابع اقصر، سنتاكس اصغر، يعني مثلا هلو يساوي فانكشن بارنتيسز، هذا قبل، مع الارو صار مختصر الموضوع، ريتيرن الورد، هون صار شو بس هلو بدون فانكشن بس بارنتيسز، سهم يساوي اكبر من، بعدين فتحنا البراكتس وحطينا جوانية الفانكشن. هذا الشيء بيعطي اقصر اذا التابع بيملك فقط ستيتمنت واحدة، والستيتمنت بترجع لي قيمة واحدة، بتقدر تحذف البراكتس مباشرة وبترجع لي الكيورد، يعني هون مباشرة حتى بيحذف لي البراكتس وبيعمل لي اذا كانت ستيتمنت واحدة يعني. فبتحط فورا هلو يساوي يعني اسم الفانكشن يساوي parentheses يساوي اكبر من يعني سهم، بعدين الستيتمنت الوحيدة، بعدين سيمي كولون. ملاحظة، هذا بيشتغل اذا كان التابع بيحتوي على فقط حالة واحدة، ستيتمنت واحدة. اذا بيملك بارامتر كمان تقدر تعمل باس لهم داخل البارنتيسيس، يعني الفاليو هون صارت داخل البارنتيسيس بدون فانكشن، بدون كلمة فانكشن، بدون فتح اقواس، بدون براكتس نهائيا، بس اسم الفانكشن يساوي بارنتيسيس داخله البارامتر، بعدين سهم، بعدين الستيتمنت اللي بدي انفذه. بالحقيقة اذا فقط بارامتر واحد بتقدر تعمل سكيب للموضوع كمان، يعني البارنتيسيس بدون parenthesis، يعني هون مثلا اسم الفانكشن بعدين يساوي اسم البارامتر مباشرة بدون قوسين، بعدين سهم، بعدين الستيتمنت اللي بدي انفذها. طيب شو بالنسبة للكيورد this؟ الهاندلنج للthis هو ايضا مختلف عن الارو فانكشنز بالمقارنة مع الريجولر التوابع النظامية. اختصار لل الرو فانكشن ما فيش اختصار للذس، بالريجولر فانكشنز ذس كيورد بتنعرض بالاوبجكت او بالكائن يلي بيطلق عليه فانكشن، اي انه بتقدر تنافذه الدوكيومنت وحتى الزر او ايا كان. بالرو فانكشن this keyword دائما بتنعرض بالكائن اللي تعرفت خلاله او يعني بعرف الرو فانكشن. خلينا ناخذ نظرة على المثالين عشان نفهم الفرق. كل المثالين بينادي لي الميثود مرتين، اول مرة لما الصفحة بتتحمل، والمرة الثانية لما المستخدم بيضغط على الزر. المثال الاول بيستخدم الفانكشن التابع للعادي، المثال الثاني بيستخدم الارو فانكشن. النتيجة بتظهر انه المثال الاول بيرجع لي كائنين مختلفين، ويندو والبوتون، والمثال الثاني بيرجع لي ويندو اوبجكت مرتين، كان النافذة مرتين، لانه النافذة كان النافذة هو المالك بالتابع. يعني نشوف هذا المثال، لما نضغط على الزر بيعطيني اوبجكت البوتن والاوبجكت الويندو الافتراضي. بينما بالمثال الثاني بنلاحظ انه لما نضغط على الزر بيعطيني اوبجكت ويندو، اوبجكت ويندو. لما نستخدم الذس
مثال الأرو فانكشن، والمثال الفانكشن العادي. اتذكر انه هاي الاختلافات ما بتشتغل مع التوابع، بعض الاحيان سلوك الريجولر فانكشن تابع للنظام العادي هو اللي بدك اياه اذا لا استخدم الارو فانكشن. المتصفحات اللي بتدعم الارو فانكشن هي التالية: الكروم 45 سبتمبر 2015، الادج 12 جولاي 2015، الفايرفوكس 22 مايو 2013، والسفاري 10 سبتمبر 2016، والاوبرا 32 سبتمبر 2015. هاي الارو فانكشن بالجافا سكريبت.